جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: صليت خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة عدة صلوات، ما حكم صلاتي وصلاة هذا إمام المسجد؟ إمام المسجد يفعل ما يستطيع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يستطيع تعديل القراءة وتصحيح القراءة وجب عليه ذلك، إن كان لا يستطيع إلا قراءته الحالية يصلي على حسب حاله. أما أنت إذا كنت أحسن منه فلا تصلي خلفه، وهذا إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى. أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة وصلاتك خلفه صحيحة، لكن إذا وجدت من هو أحسن منه فصلي خلفه.